دعا أمارد الطائفية من قمقمه لينقذ الأحزاب من أزمتها، هي طريقة اعتاد عليها أقطاب العملية السياسية في العراق، وصارت الآن ضرورة كبيرة لإنقاذ سفينة الأحزاب والكتل من الغرق بعد أن كسرت شراعها رياح التغيير الشعبية في ثورة تشرين. مقتدى الصدر يدعو إلى ترميم البيت الشيعي وكتابة ميثاق شرف عقائدي وسياسي ملزم للأحزاب الشيعية لمواجهة من وصفهم بالصبيان، في إشارة إلى المتظاهرين الذين انسلخوا عن الطائفية. مقتدى الصدر الذي وقع دعوته هذه باسم الإمامي الاثني عشري كان واضحا أنه يريد ركوب موجة جديدة غير موجة الدولة المدنية التي كان يلمح إليها سابقا، عندما حاول أن يجد له ولأنصاره مكانا في التظاهرات يتناسب مع مصالحه لا مع مصالح الشعب العراقي الثائر. ولما ازداد تورط ميليشياته بضرب المعتصمين وشق صفوف المتظاهرين، قرر العودة إلى مربعه الأول، ذلك المربع الذي فيه نشأ وعلى قواعده أسس أركان عمله السياسي والعسكري، فكان جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكم الطائفي وأحد أدواته الفاعلة. الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي هي إقرار حقيقي بأن الحراك الشعبي تسامى على الطائفية وصار خصمها الأول، فجاءت هذه الدعوة لمواجهة الحراك الشعبي الوطني بإعادة إحياء النعرات الطائفية، كما أن هناك رغبة سياسية لاستقبال الانتخابات القادمة بتشكيلات طائفية محضة، أملا في خداع القاعدة الشعبية ودفعها إلى المشاركة في الانتخابات. لكن ما لم يدركه الصدر وشركائه أن الشعب العراقي أيقن تماما انتهاء صلاحية هذه الدعوات، وأن طريق خلاصه يجب أن يكون وطنيا خالصا مبنيا على النزاهة والإخلاص بعيدا عن الطوائف والقوميات.